قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يمضي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يمضي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف.